انتشرت ظاهرة التنمر بين العديد من المجتمعات في العالم، لا سيما بين المراهقين وأيضا طلاب المدارس. عرف المختصون التنمر بأنه شكل من أشكال العنف بين طرفين أو أيضا عدة أطراف، وذلك عن طريق الاعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من أشكال العنف. طبعا انتشار هذه الظاهرة المؤذية سواء من المتنمر أو على المتنمر أو حتى المشاهد لهذه الحالة دفع شباب من السعوديين إلى القيام بمبادرة مجتمع بلا تنمر، عشان نعترف طبعا نتعرف على هالجهود الرائعة جدا. ينضم معنا هنا في الاستوديو عبد الله الشعلان، وهو مؤسس مبادرة مجتمع بلا تنمر. يا اهلا وسهلا يا عبد الله. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا استاذ عبد الله، استاذه ساره، سعيد جدا بتواجدي معكم، وشكرا لكم الاستضافه الرائعه، وشكرا لكم لاهتمامكم بالفئه. الله يحييك. اليوم قبل ما نتكلم على المبادره والانطلاق منها، نتكلم على الفكره الاولى، خصوصا مع وجود بعض حالات التنمر المش مرتبط والله بفئه معينه، انما كظاهره عامه ويمكن اكثرها في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا بداية فكرتنا كانت شهر 2، طبعا الأستاذ عبد الله الحابوط مؤسس آخر معنا المبادرة، شفنا انه في شح بالمجتمع العربي عموما بمصادر التنمر ومعلومات عن التنمر، ما فيه اي معلومة، ما فيه اي شيء قوي جدا او ركيزة اساسية او دراسات معتمدة. فمن هنا انطلقت الفكرة انه ليش ما نكون احنا اول ناس من ينطلق بهذا الشيء، ويكون في مبادرة مستقلة في جامعات وفي جهات تكلمت عن الموضوع، بس ما في جهة مستقلة تتكلم عن التنمر. فجت الفكرة من هالمنطلق ان نبدا بشكل رسمي وننطلق ونبدا نوعي، ونبدا يكون في قاعدة علمية وإثراء معلوماتي عن التنمر بالمملكة العربية السعودية، خاصة بالوطن العربي. التنمر يعني شيء مؤذي، قد يؤدي انه الشخص كمان يحتاج الى معالجة نفسية. ايش خطتكم في مبادرتكم انه تبداوا توعوا الناس بحيث انه في اقل مدة توصلوا هذه الفكرة وتنقذوا من ممكن انه يوصل لمرحلة العلاج النفسي؟ بالضبط استاذة سارة، احنا عندنا هدف وعندنا قاعدة ان الوقاية خير من العلاج. فاول شيء ممكن راح نسويه اللي هو انه نوعي المجتمع وش اضرار التنمر، وش ممكن يسوي. يعني احنا عندنا حالة بالمبادرة معنا تعرضت للتنمر بصف رابع ابتدائي. نتكلم عن رابع ابتدائي، مشت معها الى ما دخلت الجامعة البنت. فاذا احنا بنتكلم عن الاثر، ربما البعض يقول كلمة لا يلقي لها بال تسبب اثر كبير، وتلقاه عادي عنده ولا كأنه قال شيء ولا اثر على الشخص، من باب انه يستمتع او من باب انه يضحك اللي حوله. فاحنا هدفنا انه ننشر التوعية لأولياء الأمور، للمعلمين. للأسف في معلمين كثير يتنمرون، فحنا هدفنا نوصل لهم الرسالة ونوضح وش التنمر الصحيح. يعني دائما في معلم قد يتنمر أو أي شخص قد يكون عرضة للجهل بالتنمر، فيه شعرت أنه في خلط ما بين التنمر على النقد على إبداء الرأي، لأنه نسمع كثير من المتنمرين مبرر جراء تصرفه. طبعا كثير يتكلم من المتنمرين انه يقول وجهة نظري. متى لك حق انك تسيء لشخص بوجهة نظرك؟ مهما كانت وجهة نظرك غير محترمة اذا فيها اساءة او استنقاص من شخص اخر. فهم يلبسون النقد التنمر نقد كفر اسم من كفر النقد، انه احنا نغطي على التنمر هذا انه انا انقد. لا، انت ما انت ناقد، انت مسيء. هذه القاعدة، لأنه كثير من الناس حتى يقول لك، أنا مثلا قد قرأت أحد المشاهير كان في حملة تنمر عليه، واحد كاتب مبرر أنه مشهور، دام أنه صار مشهور يتحمل يعقل. هو بشر بالنهاية مثل مثلك. فإذا هو يقدم شخص الشخص يقدم شيء غلط، ممكن أني أوجهه بطريقة محترمة. متى كانت النصيحة أمام العموم ووسط تحت تغريدة أو أصور مقطع وتلفظ على شخص معين؟ وبعدين أنت ذكرت يعني نقطة، مثلا الأخت اللي عطيتنا مثال أنه هي من صف رابع ابتدائي، فهي تعرضت للتنمر وجه لوجه، شافت الشخص المتنمر. لكن مشكلة التنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترد على مين وعلى مين، وناس ما تعرفهم، وناس تجهل هذا حساب حقيقي ولا حساب وهمي، حساب منتحل ولا حساب حقيقي. بالضبط، جميعهم او الاغلب بالاصح الاغلب يجوك تحت من وراء حسابات وهميه. يعني تلقاه يتكلم، هو ما يقدر يتجرأ يتكلم بشكل مباشر، فيسوي حساب وهمي يبدا يتكلم تحت لهم شيء كبير. فحنا جالسين حاليا نوعي عن الشيء هذا، نوضح خطورته. طبعا في عقوبات بالمملكه العربيه السعوديه تنص على الشخص المتنمر الكترونيا، انه
غرامة لا تزيد عن 500,000 وسجل لا يزيد عن سنة. فحنا جالسين نوعي ونخوف بنفس الوقت. نوعي الأشخاص اللي تعرضوا للتنمر أن لكم حقوق، ونخوف المتنمر أن ترى عليك حقوق ممكن تدخل في متاهات. فلما نتكلم عن التنمر الإلكتروني، التنمر الإلكتروني أصبح ظاهرة عجيبة جدا جدا جدا، ولازم السيطرة عليها، وهذا اللي حنا شغالين عليه بتوعية البودكاست بالمنشورات، وقريبا إن شاء الله راح تكون في توعية ميدانية بخصوص الشيء هذا. خلينا نتكلم على الخطوات اللي سوتوها، خصوصا إذا تكلمنا عن أهمية أيضا التوعية المجتمعية وتناقل هالتوعية بين أفراد المجتمع. حنا بدينا أول حاجة بحكم أنه ما في دراسات حول التنمر كثيرة بالوطن العربي، بالمملكة العربية السعودية في المعلومة أولا، بالمعلومة ما في معلومات كثير، فصرنا نترجم المعلومات الأجنبية والحالات الأجنبية والأشياء اللي ممكن نستفيد منها كمعلومات أجنبية إلى بيئة عربية أو بيئة سعودية. أنه مثلا التنمر العرقي عندهم، هم ما عندهم قبائل أو عندهم هذا من الجنس الفلاني، هذا عندهم تنمر عرقي. احنا حولنا التنمر العرقي إلى القبلي، يعني التنمر القبلي ما في استنقاص، لا فرق بين عربيين ولا عجميين إلا بالتقوى. طيب الآن في حوار حديثك تكلمت على أنه في عقوبات، وحقيقة في عقوبات وقد تصل زي مثل ما ذكرت لي مبلغ مادي أو إلى السجن. إيش اللي يخلي، بما أن هذا السؤال، بما أنك أنت قاعد تتعامل من خلال المبادرة مع متنمر عليهم، وقد يكون بتتعامل كمان مع متنمرين، إيش اللي يخلي شخص متنمر عليه يترك حقه في يعني أنه ما يبلغ أو ما يأخذ يعني من وقته في أنه يبلغ، وبالتالي يقضي على ظاهرة التنمر مرة في مرة؟ الشخص المتنمر هذا حيخاف. بالضبط أستاذة سارة، للأسف عندنا حنا إذا كان المتنمر عليه طفل، كثير من الأهالي ما يسمعون لأطفالهم، ما يأخذون يعطون مع أطفالهم، فالطفل يخاف من ردة فعل الأهل. أنا لو أقول لأهلي وش راح يقولون؟ أما إذا صار شخص كبير، إحنا للأسف عندنا قاعدة أنه أقدم شكوى، هذه للأسف مندثرة بشكل كبير، فكثير ناس ما يتعاملون مع الشكاوي لأنه مو متعودين بالمملكة العربية السعودية عموما أنه الشكاوي تكون كثيرة. ممكن فكرة القضايا التسامح عندنا بشكل كبير، وهذا الشيء غلط. إذا ما صار من أمن العقوبة أساء الأدب، فإذا ما صار فيه رادع ما راح نشوف الشيء هذا. أما من ناحية الأطفال، سبب أنه الطفل ما يتكلم، أنه إذا جاء يتكلم لأهله ما يتجاوبون معه بشكل صحيح، أو بالأصح أحيانا ممكن بمصطلح عام يسفهونه، يعني يقول عادي خلاص مو أول واحد أنت ولا آخر، ممكن يقولون أنت سويت شيء عشان كذا تكلموا عليك. بالضبط، يعني من خلال تجربتك وبحثك في هالمبادرة يمكن القول أنه لا تسامح مع المتنمر؟ أبداً لا تسامح، المفروض ردعهم والتعاون على ردعهم. إذا صار في واحد كبش فداء راح يتأدبون الباقين باختصار. طيب يا رب إن شاء الله أن هالظاهرة اللي بدأت تطلع، يمكن تكثر في مواقع تواصل هذا السؤال، يعني إيش في الواقع، أو يمكن في الواقع تقدر تحط لهم حدود، بس قلت يمكن الحل نظام طبعاً مكافحة الجرائم الإلكترونية. بالضبط. أكيد أنه أي شخص يتعرض إلى التنمر بادر أبدا، الأنظمة والقوانين تكفل لك حقوقك، الأهم أن لا تتأذى نفسيا بسبب كلمة شخص لا يلقي لها بالا. شكرا جزيلا لحضورك معنا عبدالله الشعلان، مؤسس مبادرة مجتمع بلا تنمر. يا أهلا وسهلا، شاكر لكم، شكرا لحسن الاستضافة أستاذ عبدالله وأستاذ سارة، سعد التواجد معكم، وإن شاء الله لنا لقاء آخر وتنضمون معنا بالمبادرة إن شاء الله بإذن الله.